خدينا يعني
بروباسيون باش نبداو عاوتاني كذلك في التوقيت باش نحاولوا ما امكنش الشجره نحاول نحيوها من جديد باش كتعرف دابا بحكم هذا باش نسخاس اللي كاينه ديالنا يعني الشجر شويه البلدي يعني كيتاثر كثير تمام الحمد لله هذه الامور واش دخلتوا في الانتاج ولا مازال دخلنا في الانتاج نعم تقريبا نتجتو دابا منظم الانتاج كيتراوح عام على عام يعني كاينه الانترنونس كيتزايد كاينه الانترنونس بحكم المشروع عاد بدا جديد تماما فهمتيني كاينه الانترنونس حقاش بدينا عاد كيقولنا دابا التجديد يعني كل عام كنحاولوا ما امكن واخا كتنقصنا من المنتوج كنقصوا من المنتوج حقاش كنشبهو باش ننشأوا الاشجار عمر جديد عمر جديد نعم المنتوج ان شاء الله غادي يبدا يعطي الاكل ديالو من دابا واحد 3 سنين نعم وصبغتو سوقتو شي حاجه دابا حاليا دابا حاليا بدينا التسويق مع حقاش حنا عندنا الجمال سميتو مع من هذا المنبر كنشكر الشركه ديال عائشه اللي تحت لنا الفرصه باش نجمعوا معاهم هذا المنتوج ونطوندو ان شاء الله نوصلوا ان شاء الله لا السلام عليكم سيدي مرحبا بك الله يحفظك لاباس عليك لاباس الله يحفظك وليدات تغدوا مع الربعه عاد خرج انا جاي كمل عاد البلايصه ونمشي